بعت رسالة أيوه لأحمد فتحي أيوه والكابتن هادي فشلت أيوه. كان نفسي إن يحصل المباراة الجاية تكون فرصة جيدة جدا. يمكن أنا شخصيا بعت في رسالة قلت إن أنا عندي استعداد إن أروح المباراة. تمام. وفي أسر من الشهداء حتى منهم أسر شهداء بورسعيد برضو اللي من مدينة بورسعيد مرحبين، بس كنا بنتمنى يعني أنا قلت لو تم الإعفاء عن عقوبة أبو تريكة الأفريقية وتبقى بداية حتى لو لعب احتياطي، يعني أنا بقول حتى لو لعب احتياطي أنا عن نفسي لأن من غير المعقول ايا كان بقى، مش عايزين ندخل فيها في تفاصيل، احنا بنقولش على المحلي خلاص. تمام. احنا بنتكلم على العقوبه الافريقيه، ولو حتى الراجل لعب احتياطي. تمام يا فندم. واتلغى له موضوع انه ياخد شاره القياده لان دي قاسيه جدا. يعني انا واحد يعني مش عايز اقول لك ان انا بدرس في الجامعه واعلم جيدا يعني ايه واحد يحرم من شاره القياده. دي حاجه يعني انا شايف ان ده عقاب اشد مليون مره. من يعني ابو تريكا ليس اقل من اي شخص حمل شاره كابتنه النادي الاهلي، ان لم يكن من افضلهم. تمام. يعني احنا النهارده بنيجي نقول ابو تريكا لا لاعب نتفق معاه نختلف معاه انما لاعب قلما تجود الملاعب باخلاقه وبسلوكه وفنياته قبله كله مع بعض. هذه حقيقة طبعا. مع احترامي هناك العديد من اللاعبين الذين يمتلكون الموهبة، مش عايز اجيب اسماء منهم، ولكنهم اخلاقيا مش عايز نقول. تمام. انما هذا الشخص له عندي معزة خاصة، وكان عند انس الله يرحمه معزة خاصة. رحمة الله. فخاصة حرمانه من شرط الكابتن، انا شايف ان دي حاجة يعني، فانا اتمنى وانا قعدت بقول لك واتمنى ان الكابتن حسام البدري لو حضرتك تديله تليفوني كلمني. انا بتكلم على فكره بمستواي الشخصي، صحيح انا معايا تفويض من حوالي 45 اسره، انا عن نفسي هكلمهم، انما انا على المستوى الشخصي اتمنى اني اجي ومعايا مجموعه من اسر الشهداء في مباراه العوده ان شاء الله. فصعب جدا، انا عن نفسي مش هقدر اجي في ظل عدم وجود ابو تريكا ولو احتياطي يلعب احتياطي. طب بص يعني يا استاذ محي انا هقول لحضرتك حاجه، وتبقى انا اعتقد انها تبقى شيء جميل جدا، واتمنى ان الناس تدرس الموضوع بشكل كتير جدا في عقوبات بتترفع. انا النهارده واحد امتنع عن مباراه، يعني مش شايف انها تاخد هذا الكم الغير طبيعي ويحرم من شاره ده في ناس رمى يا كابتن الكمال على الارض، وفي ناس يعني انا بقول للمجلس اداره النادي الاهلي والكابتن حسام البدري اذا كان الراجل تقبل وإذا كان اعتذر فكل ده لا يعني إن العقاب وخاصة حط 7000 خط. يعني أنا صراحة أنا لو منه أقسم بالله أنا هعمل زي يعني أنا آخد عقاب المادة مش مهمة، أقسم عليها فلوس ماشي، رحت واخدني عقوبة تانية، رحت واخدني عقوبة ثالثة، أنا شايف إنه كتير. فأنا أتمنى من إدارة الأهلي وأنا أعلم جيدا ان القرار اعتقد انه في ايد الكابتن حسام البدري. مظبوط. انا بقول له انا هي كويس ان حضرتك يا استاذ محي كويس ان انا عايز اقول لك بس حاجه، انا كويس ان حضرتك قلت بايد الكابتن حسام البدري لان القرار كان قرار الجهاز الفني، وهذه العقوبه كانت عقوبه صادره من الجهاز الفني، ولكن هم ان شاء رب العالمين هيوصلوا النهارده بالسلامه يا رب ان شاء الله، بناء على بكره ان شاء الله يكون هادي كابتن هادي خشبه رجع معاهم، وان شاء الله انا هفتح معاه هذا الكلام ولعل وعسى ان شاء الله. نادي خشب على فكره صديق وكان زميلي في البوابه في ثوره 25 يناير. تمام. وانا ما بحبش اضغط عليه. انا على فكره كان ممكن اقول له مباشره، انما انا ليه مش عايز اضغط عليه؟ انا اعلم جيدا ان القرار في ايد الكابتن حسام البدري. مظبوط. ان هو المدير الفني ونحن نحترم ذلك. مظبوط. ولكن للامانه وخاصه حط 7000 خط تحت حرمانه من شاره القياده، هو لم يفعل فعل مشين. ان انا احرم شخص من شاره القياده استاذ ليسي، واكيد حضرتك تشاطرني الراي، عمليه يعني مش عارف، يعني انا شايفه اشد عقاب فيه. تمام.
فنتمنى بس ان الناس يعني يتسع صدرها للنقطه دي. وانا واحد من الناس على المستوى الشخصي وعلى المستوى بعض الاسر نتمنى ان احنا مباراه العوده تكون صفحه، ولكن يكون هذا النجم الجميل يكون موجود على الاقل يا سيدي، لو مش عايز يلعبه يبقى حتى على الدكه، لان هيبقى صعب جدا ان واحد يدخل الملعب للامانه يعني ولا يوجد على الدكه كابتن ابو تريكه. طيب خلينا ننحي هذه النقطه جانبا، وان شاء الله لما يرجعوا بالسلامه يكون نفتح هذا الموضوع يا استاذ محي. لكن انا عايز اسالك سؤال واضح ومباشر، انت مع عوده النشاط يوم 17 ولا مع الانتظار حتى صدور الاحكام في مذبحه بورسعيد؟ انت مع اي القرارين؟ طيب صلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. احنا يا كابتن اتقدمنا بخطاب رسمي للسيد رئيس الجمهوريه دكتور مرسي من رمضان، لم يرد علينا حتى اليوم. ايه الجواب؟ ايه الجواب؟ مضمونه ايه؟ طلبنا ثلاث طلبات من الرئاسه. ايه هم؟ اللي هو عدم بدء الدوري الا بالقصاص، موضوع رعايه اسر الشهداء، معامله شهداء بورسعيد زي شهداء ثوره 25 يناير. ثالث بند اتحقق خلاص. ومن بعد ما هقول لحضرتك اهو، ومن بعدها نزلنا بيان ثاني في اخر اجتماع ولغينا المتحدث الرسمي، عشان بس ما فيش كل واحد يطلع يقول انه متحدث رسمي وكل قناه تعمل لها متحدث رسمي. تمام. فلا يوجد في اسر الشهداء اي متحدث رسمي، لان الطلبات واضحه جدا. تمام. طيب موضوع اللي هو بدء الدوري احنا اقرينا بعدم. ليه بقى؟ لازم الناس ونفسي تسمع للامانه اجمل من يتحدث انا في رايي الشخصي الاستاذ علي محسن. ليه؟ لان الناس دايما بتقولنا كلام ما بنقولهوش، احنا لم نقل عوده النشاط، احنا نقول الدوري الممتاز. النهارده يا كابتن حتى يعني الناس اللي بتغالي يقول لك 5 مليون شغالين في القطاع والكلام المغالاه العنيف ده، احنا بنتكلم على الدوري الممتاز الف انه يتاجل شهر. طيب ليه؟ لازم الناس لما تيجي تسالني احنا ليه بنطلب كده؟ عشان اجاوبك. هل النهارده حد اتصرف مع رابطه الجرين ايجنز والتراس مصراوي اللي ارتكبوا الجريمه؟ هل حد حل هذه الروابط؟ ادي حاجه. تعال بص على حاجه تاني. تتحل ازاي؟ انت عايز تتحل ازاي دي يا استاذ محي؟ تتحل ازاي؟ تحذر زي ما حصل، زي ما عملوا مع الهوليجانز يا استاذ ليسي. طب ما هم طول ما فيش المصري، ما هو طول ما فيش المصري هم مش هيشجعوا حد، هم ما بيشجعوش غير مصر، ما هو ما فيش المصري يبقى ما فيش ربط. يا بيه النهارده نزلوا من 4 اسابيع، ما اعرفش حضرتك تعلم ولا لا، وراحوا مكان المجزره، فبدل ما يعملوا فيها نصب تذكاري محافظه بورسعيد لهذا العار الذي لحق على مصر كلها وليس على بورسعيد وحدها، يروحوا يحتفلوا ويلبسوا كلاب. انا بقول لحضرتك الكلام ده موثوق فيه 100% وموثق. كلاب واهلي وعمالين يشتموا. هذا الاسلوب مع الاسف لو وجدوا القوه من الدوله، لان هي البدايه من فين؟ على فكره البدايه ان انا اروح ماسك هؤلاء المجرمين يمنعوا نهائيا بحاجه اسمها التراس مصراوي، بحاجه اسمها جرين ايجل، والتصوير واضح. ومن يقول انما دول مواقع الكترونيه بتشيع الفساد، هم اللي بيحركوا الدنيا هناك. فالنهارده حضرتك السنة الجاية، أنا واحد من الناس، أنا قلتها وسأظل أقولها، ليست المشكلة في دوري هذا الموسم، المشكلة في الدوري اللي هيبقى فيه المصري. لأن مفيش حد لحد دلوقتي سأل المصري هيلعب إزاي؟ جماهيره هتبقى إزاي؟ ما هو الموقف؟ ما هو التصرف؟ أنا بقى بحافظ على جماهير ألتراس أهلاوي. إحنا بنحافظ عليهم، أنا لما باجي أمنع الدوري فين القوانين اللي هتنزل الملاعب؟ ايه اللي حصل؟ يعني انت عالجت المشكله الاولى ازاي؟ انت لم تعالجها. مع احترامي للسيد عامر فاروق، انا شايف انه حتى الان بعيد كل البعد عن علاج الكارثه. الموضوع عايز جرأه، عايز شجاعه. انا ولا التراس مصراوي، وادي الصوره اهي. واللي يقول انه بيشجع ده هنا بقى ده دور بورسعيد، لعلمك انا عملت مبادره مع الاستاذ ابراهيم حجازي، وهو كلم الدكتور اكرم الشاعر على اعتبار ان يكون في حاجه في استاد بورسعيد اللي فيه المجزره، وقلنا يتعمل فيه نصب تذكاري للشهداء. انا عندي بقى اهم من اللي في النادي الاهلي، لاني انا انس اتوفى في هذا الاستاد، وهذا الاستاد مع الاسف هو بقعه اهليه في مصر.
ان احنا نكرهه، ان احنا عايزين نولع فيه. طب النهارده ايه اللي يرجع هذه المدينه الباسله الجميله الى حضن مصر؟ انا لو من بورسعيد اقسم بالله ان انا من مصر يا اخي والحادثه دي تشني. فالمفروض اقل واجب ان يتعمل في مكان هذا الاستاد نصب تذكاري. الناس الخمسه بتوع بورسعيد اللي محدش رفع لهم سماعه التليفون اهلاويه بورسعيد يروحوا في هذا الاحتفال، سيبك من بتوع القاهره، انما انا عن نفسي هروح بس بشرط يعملوا هذا واعتذار رسمي من مدينه بورسعيد. مفيش حاجه اسمها جرين ايجل ولا الترس نصراوي، ادي النقطه الاولى. بعد كده كافه الروابط في مصر تنظم، بس مش قبل دي، لان طول ما انت حاطط راس التعبان عمرك ما هتعرف تعمل حاجه. النهارده حضرتك وفي فرق شاسع ما بين مجرمين وقتله وما بين بعض ضوابط اللي سلوكها الرياضي، يعني في بعض التجاوزات، يعني في بعض التجاوزات وفرق شاسع. وانا حتى اللي بيقعد يكلمني يقول لي السلوك بتاع مش عارف مين، نقول في 100 مليون فرق يا كابتن. ان انا افرق ما بين سلوك غير رياضي، انا ممكن مثلا اقول لحضرتك كلمه خارجه غير لما اجي اقتلك. الوضع هنا غير قابل للمقارنه. فالنهارده هؤلاء القتله والمجرمين ومن ساعدهم وهؤلاء جرين ايجلز والتراس نصراوي، لو مدينه بورسعيد واحنا ان شاء الله هنحاول نحدد يوم، هذا اليوم هنا هيبان هل انتم يا احرار بورسعيد عندكم استعداد تاخذوا هذه المبادره في هذا الاستاد الذي ارتكبت فيه مجزره على ارضكم شارك فيها اكثر من 8000 واحد، لان كل واحد كان عليه 6 بشهاده كل الشهود. فبحسبه بسيطه 6 في 6 شوف او 2000 في 6 معاك 12000. اذا الموضوع مش 1 ولا 74 ولا 50 ولا 70. يعني حضرتك ده اللي احنا بنقول عليه القصاص الرياضي، اللي لو عايزين نرجع الرياضه. الحاجه الثانيه، الحاجات الثانيه اللي كان المطالبه بيها نضمن بقى نحافظ على الناس، لان النهارده حضرتك عشان تيجي تلعب دوري تاني، مين اللي يحافظ على الشباب بتوع المشجعين بتوع الاهلي اللي الناس مش متخيله ان فيهم 2000 شافوا الموت؟ اذا انا فقدت واحد كل واحد فيهم فقد 74. فالنهارده هو منتظر اليوم اللي ينزل فيه المصري، ومنتظر اليوم اللي يعمل فيه اي، هو معتقد ان هو خلاص، لان هو الدوله ما ادتلوش الطاقه الكفيله انها مش عايز اقول تهدئ من الثوره داخله. ومع الاسف وانا بقولها لك على مسؤوليتي الشخصيه، الناس اللي بيقولوا ان تاجيل الدوري، انا يا كابتن معايا الزمالك الامريكيه في الاداره والمحاسبه، واقسم بجلال الله وامام ربنا مسكني مسؤول عن اتحاد الكوره اشراف مجاني، لو انا ما جبتش ايرادات لكافه البطولات من غير جنيه واحد من الدوله قول عليا اللي انت عايزه. يعني اصل يجي يقول لك لا هم بيصرفوا مش عارف على مين، يعني الناس احنا بنتكلم على الدوري الممتاز الف باقي البطولات. انا اقعد مع عمرو واحد انا قابلته على فكره، اقسم بجلال الله لو ما جبت ايرادات اضعاف مضاعفه ولا يصرف جنيه واحد. انما اي واحد يقول لك اصل اقتصاد مصر، غير اقتصاد مصر على فكره، محدش يزعل مني، الكوره لا تزيد الناتج القومي الحقيقي. تعالى نتكلم اقتصاديا مع احترامي، يعني احنا لا نعيب على الناس، ولكن دي رياضه اولا واخيرا. لم يعني ايه الناتج القومي الحقيقي؟ يعني لا بتزود لي منتجات ولا سلع ولا اي حاجه، بالعكس ده احنا اللي بنصرف عليك. فما يجيش كمان يطالبنا ان احنا نتنازل عن الحاجات اللي بتضمن عدم تكرار هذه الحوادث. احنا طبعا بلا شك نتمنى ان تعود الرياضه، احنا مش معارضين وما نقدرش نقول الى ما لا نهايه، ولكن يا كابتن الشواهد، حط بقى تواطؤ اتحاد الكوره اللي حتى الان لم يقال لنا من المتسبب. ايه اللي زعل التراس اهلاوي من اداره النادي الاهلي؟ حاجتين، هما حاجتين، ان مع الاسف الاداره بعض الحاجات ان تيشيرتات مش عارف عليها صور ايه للشباب، قالوا لا دي سياسه حطوا صور، يعني حاجات صغيره كلها. وطبعا كانت الطامه الكبرى اللي هو تواطؤ اتحاد الكوره، واعتقد شباب الالتراس ان الاهلي له ايه؟ له يد فيها. طب ايه اللي بيخلي الشك يجي من عدم الثقه؟ ان مفيش جهات تحقيقيه واضحه
تطلع تقول يا جماعة هذا الشخص هو المسؤول واتفق مع فلان وتوافق فلان ورشوا